مصيبة يا طارق. لولو سربت خبر جوازكم، والخبر خلاص بقى ترند على السوشيال ميديا وكل البرامج والمواقع بتتكلم عنه. غيرت اتفاقنا وسربت خبر جوازنا ليه؟ انا ما عملتش حاجة، وايدك اللي اتمدت عليا دي قسما بالله انا عيطك عليها. ما هو الغلط مش عليك، الغلط عليا انا اني نزلت النزولة دي. نزلت النزولة دي؟ اه طبعا، كان لازم ابقى عارف كويس قوي اني هبقى اهبل لما اسمع كلمة من واحدة زيك، واحدة ما بيهمهاش غير نفسها، واحدة تربية ملاجئ. تربية ملاجئ؟ صح، انا تربية ملاجئ. خلي عندك كرامة بقى وطلع تربية الملاجئ، يا اما افتح دماغك دي نصين. انت طالق حبيتك لاني معاك بحس اني مطمنه، وانا عمري ما حسيت اني مطمنه، لا ولا نايمه ولا حتى وانا صاحيه. دلوقتي بقيت ادخل فرشتي وانا عارفه ان في راجل في ضهري هيحوش عني لو زي ما غدر بيا. طول ما انا جنبك عاوزك تطمني، اوعي تخافي من اي حاجه ولا من اي حد. لولو انا ظهرك وسندك. هذا وقد تداول عدد من رواد السوشيال ميديا اخبار تفيد بزواج نجمة الغناء لؤلؤ من رجل الأعمال طارق نصار، وحتى الآن لم يؤكد أي من الطرفين صحة هذه الأخبار. طب وحاتنا بقى أخويا أخش كده على النت وشوف ليه يطلع مين اللي اسمه طارق نصار ده. ما كانتش كوباية شاي يتيمة دي يا عم سيد عزمتني عليها، بعدين أنت كده هتخلص لي الباقة. ده خامس خبر أفتحه وأقراهولك. الله جرى يا عم حموصة، هخليهم يطلبوا لك حجرين معسل كمان، بس شوف لي يطلع مين اللي اسمه طارق نصار ده. مش عايز حاجه، بعدين طارق نصار ده مش محتاج ان انا اخش ادور عليه على النت، ده عالم يا عم سيد، ده راجل بيلعب بالفلوس لعب، ملياردير. هم الفنانين كده ما بقعوش غير واقفين، تلاقيها قعدت تلف وتدور عليه لحد ما وقعته، تشفط منه الكام مليون وبعد كده في الخليعه، واللي بعده العجله شغاله. انت قلت لي اللي اسمه طارق نصار ده ملياردين مقرش يعني؟ انت عايش في الهند يا عم سيد؟ وفي حد في مصر تما ما يعرفش مين طارق نصار؟ اه انا ما كنتش اعرفه جدع، بس دلوقت لازم اعرفه، ده بقى مناسب.